عيد الأم في غزة بلا عيد. الأمومة لديهن مختلفة بحجم أعبائهن وأوجاعهن التي فرضتها الحرب عليهن. أنا بعرف مش عارفة ليش ربنا خذها مني، ليش خذها مني يا الله، والله ما بتزرعيني بالزبدية. فمع كل يوم تتصدر واحدة منهن مشهد البطولة بطريقة ما، فمن مشت بقدميها المجرحتين دون حذاء لتأمين طعام أطفالها، وأخريات كابرن على أوجاعهن خلال رحلة النزوح وفي الخيام، ومن تحايلن على الجوع بحبة تمر، أو صنعنا الخبز والطعام بأبسط الإمكانيات. أي عيد أم بدي يجي علي وأنا بناتي في البحر مرميين في المواصي، وأمي برضو مرمية في البحر في المواصي، وأنا هنا في رفح. دلوني في عيد أم في الأيام هذه، في فرحة، في أكثر من الذل اللي إحنا بننزله. أنا كأم فلسطينية أنا حزينة جداً، والوضع اللي احنا عايشينه صعب. يعني يوم الأم كان كتير حلو، يعني كنا نحتفل، ذكريات حلوة كانت في بيتنا في عيد الأم. أمهات غزة قتلى أو أرامل أو مشردات، تقتل 63 امرأة بينهن 37 أماً يومياً، كما تقتل 2 من الأمهات كل ساعة وفق أرقام أممية. عدد ضحايا النساء منذ بدء الحرب على غزة تجاوز 9,000 قتيلة، وحوالي 1,000,000 امرأة وفتاة تهجرن. ولا تتوقف معاناة الأمهات في غزة هنا، بل تتعرض الحوامل والمرضعات إلى مخاطر صحية وسوء تغذية، ورغم ذلك يواصلن رحلة البحث عن الطعام وإعالة الأسر وحماية الأبناء. المرأة الفلسطينية أنا بعتبرها من أقوى نساء العالم، بقدر تسميها الأيرون وومن. ليه؟ لأنه المرأة الفلسطينية المعاناة اللي بتعانيها في الوضع الحالي ما حدا بيعاني. حاليا طبعا في الخيمة أصبحت حياتي، شو بدنا نأكل، شو بدنا نشرب، شو بدنا نطبخ، كيف بدنا نقعد، هاي حياتي صارت، أكل شرب نوم، أكل شرب نوم.